سوداني داير مصلحة السودان وداير يوقف الحرب وداير يعيد للسودانيين مكانته وهيبته. احنا بنتكلم ما عندنا ما ننضم معه، لكن لا تنهب ودائر تقتل ودائر تسرق ودائر تدي روحك شرعية. احنا بقول له والله ما بتلقاها عندنا. وين فايق هذا الناس دي؟ على العموم نحن بنحييكم، بقول لكم نحن ساعين وحنمشي لقدام وحنعد زي ما بنتكلم. الآن الشعب السوداني كله يقف معانا، والشعب السوداني كله داير يقاتل، والشعب السوداني كله داير يتسلح عشان يحمي مع الجيش البلد. نحن بنفتكر انه الآن شباب اللي بيعدوا نفسه للقتال المنضوين في مجموعات المقاومة الشعبية، نحن نقول لهم تعالوا انضموا قاتلوا مع الجيش. تعالوا انضموا قاتلوا مع الجيش، وأي زول بيقدر يشيل السلاح يجي ينضم مع الجيش يخش يقاتل مع الجيش. وأي زول في منطقته في حلته نحن بنمكنه أنه يدافع عن نفسه ويدافع عن بيته ويدافع عن ماله. لأنه شو شفناه نحن في الجزيرة وشفناه في دارفور وشفناه في مناطق، أنه المواطن هو المستهدف والشعب هو المستهدف ما الجيش. عشان كده نحن بنرحب بالمقاومة الشعبية اللي حاصلة الآن دي، ونقول لهم بنسلحهم. الناس زعلوا ولا نقول بنسلحهم، أي سلاح عندنا حندي لهم، لكن هذا السلاح يجب أنه يقنن ويحفظ عند القوات النظامية ويكون معروف ومسجل، لأنه مشان ما يعمل لنا مشكلة في المستقبل. لكن الآن أي منطقة فيها مواجهة والله متوقع أنه العدو يمشي ينهب أو بيوتها يسرق مالها، نحن كان عندنا سلاح بنديهم، كانوا عندهم سلاح يطلعوا، كان عندهم بيقدروا يجيبوا سلاح يجيبوا، ما حنجيب قدامهم ولا حنمنعهم. السودان الآن في معركة تحت يكون أو لا يكون، والشعب السوداني قدام تحدي يظل يعيش والله يظل يعيش تحت العبودية وتحت الاستعمار. ماليشيا المتمردة دي بحين ما تمشي الناس بيكونوا جارين منها، بحين ما تمشي زول بيلتقي يقعد معاهم ماشي ويقولوا الناس تعالوا. هسي الآن هسي الجنينة فيها مسلاتي والله زول من قبيلة في عنده عربية، الخرطوم دي قالوا ساكن خلوا له موتور والله عربية، نيالة فيها زول ما تابع للدعم السريع عنده عربية والله عنده بيت زي الناس قاعد فيهم، كل شالهم أي حاجة حقت الناس المواطنين اللي شالوها. أنا بس من خرطوم ما في زول ما في زول عنده عربية ولا في زول عنده موتر، كل بيشيلوا منك ما تيجوا بيضربوا. مش الجزيرة دي منها بدل ليلة دارين خلوا الناس رجعوا الناس فقراء ورجعوا الناس يستعبدوهم ويشغلوهم تحتهم. الكلام ده ما بيمشي عليهم، ما بيمشي على السودانيين، والسودانيين ما حيقبلوا. ونحن كلنا مع الشعب السوداني ما بنقبل الكلام ده، وحنقاتل لغاية ما يا يتدمر العدو ده وينتهي، والله نحن ننتهي منه على وجه الأرض. لكم التحية ولكم التقدير وفينا شناكت لكم أن والله قضيتكم وشيء مرقكم من هلكم من هناك ومرق حيكم من بيوتهم، نحن ما بيزبطوا عندنا ولا بروح ولا بننساهم ولا الشعب السوداني بينساهم. شو بس انتوا من وين؟ من دار من الجنينة من دار اندوك جيت وين هنا؟ اجاكم شنو؟ لو ما في ظلم هناك ولو ما في عدوان هناك ولو ما في انتهاك هناك ولو ما في تطهير عرقي وإبادة جماعية هناك كان الناس قاعدوا في عند أهلهم هناك. لكن دي جرائم كلها قاعد يرتكبوها هؤلاء الخونة المرتزقة. نحن الناس كلهم حصلت فيهم الجرائم اللي هناك ديك في رقبتنا، ونحن هسي بنعاين لاخواننا في وادي صالح واخواننا في شمال ذهب في كل مكان موجودين فيه، وهؤلاء الناس بيستعبدوهم سخرة ومشغلين لهم سخرة. نحن نقول لهم الحكاية دي قربت قريبة. بيظلم الناس وبياكل حقهم وبيقتلهم ما بينتصر، ربنا ده ما بينصر ونحن ما بنخليهم.
لكم التحية ولكم التقدير، ونحن بنستعد. وانتم وين هسي؟ كل اللي جاي مراقبتنا عشان نمشي قدام. السلام عليكم ورحمة الله.